الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم المأموم إذا سلم من الصلاة ساهيا؟ الحمد لله، وبعد، هذا من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم، فلا يفرد المأموم لهذا السهو سجدتي سهو، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا سهو على مأموم فيما فعله من حالات السهو خلف إمامه. ويروى في ذلك عن عمر أنه قال: ليس على من خلف الإمام سهو، ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. وهذا الحديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف مرفوعا، والأشبه وقفه على عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا سلم المأموم من صلاته ساهيا ظانا أن إمامه سلم، ثم تبين له أن إمامه لم يسلم من الصلاة بعد، فليرجع بنيته للدخول مع الإمام، وسلامه هذا سهوا لا يجب له سجود، لأنه سهو حصل خلف إمامه، والمأموم لا سهو عليه فيما يحصل له خلف الإمام، والله أعلم.